ضيوف الرحمن اليوم في ميناء ويستعدون للوقوف بعرفات غدا. مطار شرم الشيخ يتأهب لاستقبال أولى رحلات الخطوط التركية. والحكومة السورية توافق على اتفاق الهدنة والمعارضة تتحفظ. الثامنة بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من النهار اليوم، أهلا بحضرتكم. يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسكهم في مشعر منى اليوم ضمن ما يعرف بيوم التروية، تمهيدا لصعود جبل عرفات صباح غد يوم 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب السلطات السعودية. أعلن اللواء سيد مهر مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية بدء تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات مباشرة دون المبيت في منى لتجنب الزحام وضمان وصول الحجاج إلى مخيماتهم في التوقيتات المناسبة. كما أعلن اللواء سيد مهر الرئيس التنفيذي لبعثة الحج ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين إلى 17 حالة، وأوضح أن المتوفين شملوا 5 حجاج من بعثة القرعة، 5 من بعثة الحج، وحجين من بعثة الجمعيات، فضلا عن 4 من حجاج الفرادة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك واقتراب عيد القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر. ضبطت قوات حرس الحدود 178 شخصا من جنسيات مختلفة خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية في رشيد والسلوم. كما جرى ضبط سيارة محملة ب 800,000 قرص من عقار ترامادول المخدر، إضافة إلى ضبط جوال بداخله حوالي 25,000 قرص من عقار التامول. أنهى وفد الخبراء الروس الأمني جولته التفقدية بمطار القاهرة، وأشاد الوفد بالإجراءات التأمينية التي تتخذها سلطات المطار والتطور الكبير في منظومة الأجهزة الأمنية، بالإضافة للمراحل التفتيشية التي يمر بها الراكب منذ لحظة دخوله المطار وحتى الصعود إلى الطائرة. تصل مساء اليوم إلى مطار شرم الشيخ أولى رحلات الخطوط التركية، وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات مختلفة بعد توقفها منذ أكتوبر الماضي. ومن المقرر أن تستأنف الخطوط التركية رحلاتها إلى شرم الشيخ بوصول 4 رحلات أسبوعيا تمهيدا لعودة السياحة إلى طبيعتها. وإلى الشأن العربي، حيث أعلنت الحكومة السورية اليوم موافقتها على اتفاق الهدنة الأمريكية الروسي المقرر البدء بتطبيقه اعتبارا من الاثنين. أما المعارضة السورية فالتزمت الحظر إزاء الاتفاق، معتبرة أنه يركز على الجوانب الأمنية والعسكرية ولا يعطي تصورا لحل سياسي. ميدانيا، قتل ما لا يقل عن 25 شخصا وأصيب العشرات في غارة جوية على مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. أفادت التقارير الواردة من المدينة الواقعة شمال غربي سوريا بأن أطفالا ونساء ضمن القتلى، فيما قالت وكالة رويترز إن عمليات انتشال جثث القتلى من بين الأنقاض لا تزال مستمرة. اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين ميليشيا ثوار طرابلس وميليشيا الحرس الرئاسي من مدينة مصراتة المكلفة بتأمين مقر مجلس الدولة. اندلعت هذه الاشتباكات بعد هجوم ميليشيا ثوار طرابلس على مقر مجلس الدولة، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا.
وفي العراق ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري مزدوج في العاصمة بغداد إلى 19 قتيلا. أتبنى تنظيم داعش الهجومين اللذين استهدفا تجمعا للشيعة في شارع فلسطين، موضحا أن الهجوم الأول كان بحزام ناسف، فيما نفذ الهجوم الثاني بسيارة مفخخة. عشية الذكرى 15 لهجمات 11 من سبتمبر، تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحماية بلاده من الإرهابيين والقضاء على تنظيمي القاعدة وداعش. وخلال كلمته الأسبوعية شدد أوباما على أنه لا يمكن الاستسلام في مواجهة من يريدون تقسيم المجتمع الأمريكي والقضاء على تنوعه. حذر وزير خارجية كوريا الجنوبية من أن قدرة كوريا الشمالية النووية زادت إلى مستوى كبير. وخلال اجتماع لمناقشة الرد على خامس وأكبر تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية، دعا الوزير الكوري الجنوبي إلى فرض عقوبات أشد وتكثيف الضغط على بيونغ يانغ. ختام التذكير بأهم وأبرز العناوين. ضيوف الرحمن اليوم في ميناء ويستعدون للوقوف بعرفات غدا. مطار شرم الشيخ يتأهب لاستقبال أولى رحلات الخطوط التركية. والحكومة السورية توافق على اتفاق الهدنة والمعارضة تتحفظ. نهاية الموجز الإخباري مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.